مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلى الفريز بخمس دقايق بس. عنا دبل كريم، فينا نستعمل اي نوع كريمة، بسكوت، ملعقة طعام، سكر بودرة، فريز مقطع بهيدا الشكل، وكوب صغير حليب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الدبل كريم، سكر، بخفقهم مع بعض. انتهينا من الخفق، بحطهم على جنب. بغطي البسكوت بالحليب وبصفهم بالصينية. بحط دبل كريم على البسكوت، بقسم الكمية تقريبا. بهيدا الشكل. هلا بمدن على البسكوتات. طريقة جدا سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير وطيبة كتير. هلا بصف فريز كمان على الوجه بهيدا الشكل. بس حطيت الفريز بهيدا الشكل كمان برجع بحط طبقة من البسكوت بهيدا الشكل. كمان بحط الدبل كريم الباقي. بس مدينا الكريمة نفس المستوى، هلأ كمان بحط فريز على الوجه. هيدي حلو الفريز اللي عملتها انا وياكم. هلا بحطها بالبرد اقل شي ساعة وبرجع بشوفكم. هيدي الحلو اللي عملناها مع بعض بعد ما حطيتها بالبرد ساعة، لنشوف كيف طلعت. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلو الفريز اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.